الراس الراس انا عند رجلي هذا الولد ان شاء الله على قصص بيعوم وما عمرو مشى لهذا الشريف اول مره تيمشي ليه ما عمرو مشى ومشى مشى مع شي 11 ديال النهار مشى تماك باش مع المجموعه مع الدراري اللي تيمشي يعوموا تما وبقى الوالد ديالو تيقلب عليه من 11 ديال النهار حتى العصر انا ما كنتش كنت غايب كنت في بني ملال جيت قلت ليه مالك قال لي ولدي راه تنقلب عليه ما لقيتوش قلت لي واش تتسنى واش باقي تتسنى هو يهز البيكالا مع الخوادري ويمشي مشيت يسول الدراري لقى الدراري قالوا لي قالت سولهم على ابراهيم قال لي اودي ابراهيم ما شفنا ولكن على شي حوايج لقيناهم فوق الشريج ديال الماء مشى لقى الحوايج عيط لي في التليفون قال لي اخويا راه الحوايج تاع ابراهيم راني لقيتهم قلت ليه فين قال لي فوق الشريج قلت ليه تسنى انا جاي عندك جيت لقيت فعلا الحوايج ديال الوليد سروالو جاكيتو وصندالتو قلت ليه صافي ولدك راه غارق هنايا ما كاينش عاد علمنا السلطات عاد جاو وهذا الشريج شحال نقول لك اختي راه فيه كثار ديال الارض وفيه 10 متر ديال الغرق وما فيهش شي حمايه كافيه فيه الشبيك كاع مدرع وبحال هاد البسانات اللي تيديروا هاد الناس هاد الفلاحه هنايا راه فيهم مضره لهاد القبيله كامله وخصهم من الاحسن يديروا حساس ومفروض عليهم يديروا حساس ودابا هما ضاعوا لنا اليوم جوج الوليدات شحال في عمره هاد الوليدات؟ في عمره 13 سنه كاع بحال هذاك 13 وهذاك 14 وهذا الشيء راه تيضر هاد السكينه ديال هاد المنطقه كاملين وهاد الناس تيشوفوا غير مصلحتهم ما تيشوفوش مصلحه المواطنين ولا ولاد البلاد ولا شحال يوقع لهاد الوليدات ها هما دابا جوج الارواح طاحوا لينا مشاو لينا ضحيه ضحنا فيهم كاملين لا العائله لا كل شيء هاد الشيء اللي تشوف فيه اختي راه كل شيء العائله ديالو خوالو وعمامو ولاد عمته كل شيء ضاع لينا هاد الوليد بسيفسك انت عمل الضحيه باش تطالب وتنطلب الحقوق الحقوق ديال الايه ما يضيعش في الحقوق ديالو هذاك الراجل خصو يشوف حتى واش دير شي قانون لهذاك البستان ولا دير فوضوي وحتى الاجراءات القانونيه اللي خصها تكون تما وراه جا عون السلطه وجا القائد وجا الدرك وشافوا كل شيء مترع ما كاينش شي حاجه اللي صحيحه مزيانه تتحمي يعني وكون كان قال الحساس ما عادش تكون الضحيه غادي يمشيو لينا هكا اختي ما عادش يمشي إن لله أختي وإن إلي راجعون إن لله وإن إلي راجعون رشت مع العشاء تاع الصباح قال لي بنمشي مشى للسقاية شري قلت لكم صافي من ديك الساعات قطعت خبارو تنقول دروك يدخل دروك يدخل دروك يدخل دروك يدخل العصر تزير لي قلبي خرج انا نقلبو مشينا لقينا الحوايج مرميين في الشارج شحال في عمره 13 سنه كيفاش كان معك ولدك كيفاش كان ولدك؟ عادي عادي درويش ما يعيط حتى حد ما يضرب حد داز ضيف الدار اول خرج لي اول ما بقاش رجع تنطلب بحقوق ولدي بان هاد سميتو دايرين الشوار خصهم يدير لهم العساس عليها هاد الشوارج رمتو با يضيع الاولاد شبابهم كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تهتدون عن السادات الله يرحمهم الله يغفر لنا ولهم هاد الوليدات مشاو ما حنا ما عرفناش اش وقع ما قالوش لينا ولكن مشاو على اساس بي يعوموا ولا داكشي اللي قالوا لنا الناس حنا ما مفرصناش ايوا واش اللي كاين حنا سقنا الخبر وجينا ولقينا حويجات ديالهم ولقيناهم ميتين وكنشكر السلطات وكنشكروا كل من ساهم في هادشي والله يرحمهم وعطاهم الله وعطاهم الله الشيء اللي كاين ايوا كنطالبوا بهاد الناس اللي عندهم هاد الشوارج وهاد الشيء الاقل يديروا لهم شي سياج يديروا شي حساس يديروا شي حاجه يعرفوا بان كاينين دراري صغار وكاين داكشي وهادشي اللي كاين وصافي.